السلام عليكم، أهلا بكم إلى أخبار الخامسة مساء من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان ومن أبرز العناوين. السلطنة الخامسة عربيا في مؤشر السلام العالمي والثالثة ضمن قائمة الدول الأقل خطورة على الطفولة بالعالم. ارتفاع الودائع الخاصة بالبنوك التجارية في السلطنة نهاية مارس الماضي إلى أكثر من 12 مليار و 571 مليون. تقدمت السلطنة 4 مراكز في مؤشر السلام العالمي لعام 2017 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا. وأظهر مؤشر السلام العالمي أن السلطنة حصلت على 1.98 نقطة لتصل للمركز 70 عالميا طبقا للمؤشر الذي يضم 163 دولة حول العالم، فيما حازت السلطنة على المركز 5 عربيا وتصدرت أيسلندا المؤشر الدولي يليها نيوزيلندا ثم البرتغال ثم النمسا ثم الدنمارك. حصلت السلطنة على المركز 3 عربيا في قائمة الدول الأقل خطورة على الطفولة بالعالم وفقا لمؤشر نهاية الطفولة في العالم للعام الحالي الذي أصدرته مؤسسة أنقذوا الأطفال، وهي مؤسسة دولية غير حكومية معنية بحقوق الأطفال في العالم. وحازت السلطنة على المركز 43 عالميا طبقا للمؤشر الذي يضم 172 دولة. وأشار التقرير إلى أن معدل وفاة الأطفال دون سن 5 بالسلطنة يبلغ نحو 11.6 طفلا لكل 1000 ولادة حية، بينما يبلغ معدل تقزم الأطفال نحو 14%، فيما تبلغ نسبة الأطفال الذين لا يتلقون التعليم وهم في سن التعليم الابتدائي أو الثانوي 3.7% من الأطفال، بينما تبلغ نسبة عمالة الأطفال 0. شهد سوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي نشاطا ملحوظا عكس على قيمة التداول التي سجلت أفضل حجم تداول أسبوعي منذ 4 مايو الماضي، حيث أغلق المؤشر بنهاية تداولات الخميس الماضي على 5435 نقطة مرتفعا ب 32 نقطة. وسجلت المؤشرات القطاعية خلال الأسبوع الماضي صعودا عدا مؤشر قطاع الخدمات الذي فقد 13 نقطة، في حين سجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود وأغلق على 8112 نقطة مرتفعا ب 109 نقاط. وكسب مؤشر قطاع الصناعة 5 نقاط ومؤشر السوق الشرعي 7 نقاط. ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في السلطنة بنهاية شهر مارس الماضي بنسبة 4.6% لتبلغ 12.571 مليون و200 ألف ريال عماني. وذكر البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل التي تجاوزت 3.8 مليار ريال عماني، فيما بلغت ودائع التوفير 4.621 مليون و400 ألف ريال. وأشار البنك إلى أن نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع بلغت 10.6%، فيما بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 9.6%. بلغ عدد شركات المساهمة العمانية المقفلة المسجلة حتى نهاية العام الماضي 348 شركة، وسجلت زيادة في رؤوس أموالها قاربت من 8 مليارات ريال عماني. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد القرارات الإدارية الصادرة للترخيص بتأسيس شركات مساهمة عمانية المقفلة بلغ 17 قرارا خلال العام المنصرم، مما يعتبر مؤشرا إيجابيا لهذه الفئة
من الشركات. ثقافة العمل الحر وتنمية الابتكار وغرس الصفات القيادية أهداف يسعى مركز صناعة القادة بمحافظة الظاهرة إلى تحقيقها من خلال برامجه المنفذة في المجتمع على مدار العام. على مسار الطريق القادم من محافظة الداخلية تقع بلدة كبارة بمحافظة الظاهرة، بخضرة مزارعها المروية من مياه فلج البلدة وبيوتها الحديثة، وكذلك بمدرستها الرائدة بمشاركاتها ومشاريعها التربوية المجتمعية. هذه المدرسة، مدرسة كبارة، بين المدارس النشطة حقيقة على مستوى المحافظة وعلى مستوى السلطنة إجمالا، لديها مبادرات كثيرة خاصة بالمجتمع، لديها مبادرات كثيرة خاصة بالمدرسة، لديها مبادرات خاصة بالطلبة والمعلمات كذلك أيضا، لذلك الأداء في هذه المدرسة يتحسن ويتطور. مركز صناعة القادة مشروع تبنته الأستاذة بدرية الجساسية لغرس الصفات القيادية لدى طلبة المدرسة والكادر التعليمي. لماذا قائد؟ لأنه إحنا الآن في هذا الوقت هناك كثير من المغريات تثير الشخص، ربما يكون تبعا لها. نحن نريد أن نغير الفكر بحيث أن يكون هو قائد لذاته أولا، يقود نفسه ويحميها من المغريات والمتشتتات، والانتقال بقيادته لجيله ومجتمعه. دربنا مركز القادة على الثقة بالنفس ومهارات قيادية، متأكد أنها ستفيدني في المستقبل. خبراء ومختصون يحرص المركز على استضافتهم بصفة دورية، بجانب توفير المواد التعليمية والمرئية والبرامج المتعلقة بالقيادة والإدارة. اليوم المطلوب إعداد القادة ليس فقط على مستوى عمان، إنما على مستوى العالم، وهذا لا يكون إلا من خلال الجيل والنشأ الذي لابد أن المدارس تهتم فيه في وقتنا الحالي. هذه المراكز تمثل نقطة البداية لكل من يريد أن يصبح قائد، فهذه لو لاحظنا أنها هي الأساسيات اللي تكون في البداية حتى ننطلق بإذن الله تعالى لنكون قادة مميزين في المجال الذي نختاره. المركز بعد نجاحه في الفترة الماضية سيتخطى البيئة المدرسية هذا الصيف ليدمج أفراد من المجتمع في برامجه التأهيلية. إن اكتشاف الطفل القائد وصقل قدراته هي عملية تكاملية تتشارك فيها الأسرة مع المؤسسات التعليمية. محمد بن سعيد العلوي، ولاية عبري، بمحافظة الظاهرة. نشرتنا مستمرة من مركز الأخبار وتتابعون فيها بعد الفاصل. قصة نجاح في تحويل التمور إلى منتجات ذات أشكال فنية رائعة وأعمال حرفية. كل شيء تقدمينه لنا، لمستك تحلي أيامنا وتعطيها طعما جديدا. معك نتهنى بكل لحظة في رمضان. ماما، أنت سر كل شيء طيب. جودة التمور العمانية وشهرتها جعل من الطموحين في الأعمال التجارية أن يتخذوا من تحويل التمور إلى منتجات ذات أشكال فنية رائعة وأعمال حرفية. أم عبد الواحد وفي منزلها بولاية صحار دفعها حبها للنخيل والتمور إلى إقامة مشروع تجاري ذي عائد مجزٍ كانت بدايته بسيطة، ومع دخول الآلات المساعدة تطور ليصبح واحدا من المشاريع الناجحة الذي يسافر بالتمور العمانية إلى عدد من دول العالم. تعلقها بأعمال النخيل منذ سنين أوجد لديها هواية تحويل التمور إلى منتجات بأشكال فنية وذات قيمة عالية. أم عبد الواحد بدايتها مع صناعة منتجات التمور كانت بسيطة، ولكن مع العزم والمثابرة تطورت إلى مشروع له قيمته ومردوده المادي. أمنة المرشدي هي من الناس اللي محبين في تصنيع التمور بنكهات مختلفة، ونحن هذا لمسنا منها لما كانت تتردد علينا للدائرة، فجينا عندها ولقينا عندها تصنع المخلل والتمور وبعض الأشياء، فجينا هوايتها والأكثر اللي هي
التمور. من هنا تبدأ عملية فرز التمور، ثم تمر بعدة مراحل فيما يشبه مصنعا مصغرا في منزلها، وعبر هذه المعدات تنتج مواد غذائية من أجود أنواع التمور بأشكال جاذبة للمستهلكين، مستعينة ببعض نساء الجيران الباحثات عن عمل. بداية المشروع لأن عندي أفكار من أول، نحن مع النخلة عايشين من صغرنا ونعرف في التمر ونعرف جميع المراحل من التمر، من أول نسوي المدبس ونسوي البسيس وخلطات معنا من أول. طموحي في المستقبل إن المنتج يوصل عالميا، بدل ما يكون على مرحلة على دول الخليج، على السلطنة وعلى دول الخليج، ويوصل إن شاء الله عالميا، لأن هذا المنتج كل حد ياكل يستحسن. آخر في أمريكا وفي فرنسا وفي بريطانيا شدوا هدايا، كلهم يبوا غيره، يعني طرشهم غيره، طرشوا ناس يبوا غيره. التحديات لا تثنيها عن عزمها كما تقول، بل تحاول التغلب عليها، أبرزها التسويق وكيفية تحويل المشعر الصغير إلى مصنع يعمل بخطوط إنتاجية راقية، ضاربة أروع الأمثال في طموح المرأة العمانية للعمل بالمشاريع الخاصة. منتجات راقية لا يخطر ببال أنها من مجهولات فردية، عبر مشروع صغير كهذا، وتطمح أم عبد الواحد إلى إقامة مصنع خاص بها في المستقبل. منصور بن ناصر السعدي، ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. يفتتح اليوم معرض بلجيكي جديد يبعث الحياة في آلة طيران وجسم متنقل من إبداعات فنان عصر النهضة الإيطالي ليوناردو دافنشي. ويضم المعرض مجسمات لبعض التصميمات اخترعها أو طورها دافنشي، والتي يعود تاريخها إلى 500 عام، كما تعرض نماذج أو تعرض نماذج مصغرة من تصميمات أخرى باستخدام الخشب. مجسم لطائرة على شكل طائر بالحجم الطبيعي وجسر متنقل هي بعض من إبداعات فنان عصر النهضة الإيطالي ليوناردو دافنشي، التي بعثت فيها الحياة من جديد بفضل معرض يقام حاليا في مدينة بروغ البلجيكية. المعرض يضم مجسمات لمئة آلة اخترعها أو طورها دافنشي، وذلك بالاستعانة برسومات وضعها بنفسه. وهناك مجسمات لبعض التصميمات التي يعود تاريخها إلى 500 عام، كما تعرض نماذج مصغرة من تصميمات أخرى باستخدام الخشب. ورغم أن بعض المعارض حولت تصميمات دافنشي رسام الموناليزا إلى أشكال ثلاثية الأبعاد، يقول منظم معرض بروغ إن معرضهم هو الأكبر من نوعه. ويقول فينسنت دامسو المصمم الفني للمعرض إن أهميته تكمن أساسا في كمية الأعمال المعروضة وفي عرضه لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الآلات والمعدات وغيرها في نفس المكان. ويظهر معرض بروغ أن الأسلحة كانت موضوعا مشتركا في أعمال دافنشي، إذ يضم تصميمات وضعها لأدوات حرب مبتكرة ذات النصال، كما أنه سبق عصره في وضع تصورات للطائرة الهليكوبتر والطائرات العادية والغواصات والجسور. ويشير دامسو إلى أن ناقل الحركة الذي نجده في الدراجات الآن مثلا تم اختراعه بالفعل في الحقبة التي كان يعيش فيها دافنشي. يستمر هذا المعرض في بروغ لمدة 6 أشهر، ثم يتوجه إلى اسطنبول ثم دبي، قبل جولة تستغرق 6 أشهر في آسيا والولايات المتحدة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. السلطنة الخامسة عربيا في مؤشر السلام العالمي، والثالثة ضمن قائمة الدول الأقل خطورة على الطفولة بالعالم. ارتفاع الودائع الخاصة بالبنوك التجارية في السلطنة نهاية مارس الماضي إلى أكثر من 12 مليار و571 مليون ريال. هذه تحية فريق العمل في مركز الأخبار، دمتم بحفظ الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى النشرة الجوية.
آخر أصوار الجوية مشاهدينا، وبعض السحب تتدفق بشكل جيد عموما على سلسلتي جبال الحجر التي أدت إلى هطول أمطار متفرقة على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب أو قبالة سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب. تدفق بعض السحب العالية والمتوسطة باحتمال تدفقها نحو سواحل السلطنة خلال الساعات القادمة. توقعت أكثر مشاهدينا من خلال النشرة لهذه الليلة، وبداية من العاصمة مسقط حيث تبدو الأجواء عموما مستقرة خالية من السحب ودرجات الحرارة عند نهاية 20 ومطلع 30. على محافظات شمال أو جنوب الباطنة بعض السحب تكون حاضرة عموما على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة عند نهاية 20. في شمال الباطنة كذلك بعض السحب تكون حاضرة ودرجات الحرارة تصل إلى 28 درجة مئوية. على محافظة مسندم بعض السحب المنخفضة تكون حاضرة ودرجات الحرارة عموما عند نهاية 20. وعلى محافظات البريمي ومحافظات الظاهرة كذلك تبدو الأجواء مستقرة عموما وخالية من السحب ودرجات الحرارة عند نهاية 20 وعند منتصف 20 على محافظات الظاهرة. على محافظة الداخلية درجات الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية على المناطق الجبلية مع فرص لانتشار وتدفق بعض السحب المنخفضة، وعلى شمال الشرقية كذلك ودرجات الحرارة عموما عند منتصف 20. على جنوب الشرقية مشاهدينا الكرام درجات الحرارة تكون عند نهاية 20 مع فرص لانتشار وتدفق بعض السحب المنخفضة عموما على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب. فرص لهطول بعض الأمطار المتفرقة على المناطق الساحلية لمحافظات الوسطى تكون حاضرة لهذه الليلة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية. وفي محافظة ظفار تبدو الأجواء مستقرة مع فرص لانتشار بعض السحب المنخفضة عموما في أواخر الليل والصباح الباكر ودرجات الحرارة عموما عند نهاية 20. الرياح على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب تبدو شرقية نشطة السرعة بحدود 15 عقدة البحر، بالتالي متوسط الموج أقصى ارتفاع له مترين. وعلى سواحل السلطنة المطلة على أو سواحل محافظة مسندم تشهد رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة بحدود 15 عقدة البحر، متوسط الموج أقصى ارتفاع له مترين. وأخيرا إلى سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان حيث تشهد رياح جنوبية شرقية كذلك معتدلة السرعة بحدود 15 عقدة، والبحر بالتالي هادئ إلى متوسط الموج وأقصى ارتفاع له متر ونصف المتر. في الختام مشاهدينا أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.